أول إشي بدي أصبح على ناصر وأحكي له إن شاء الله ملتقانا في الجنة، وبحكي لأولادي كلهم كل عام وإنتوا إلى الحرية أقرب. بدي أحكي لهم إن شاء الله فرجت، مع إني يعني أنا مشتاق كتير كتير إلكم، إلي سنة ما زرتكم ولا شفتكم ولا بعرف أخباركم، بس بعرف إنكم قويين بإرادتكم تضحياتكم في نضالكم. بالحمد لله رب العالمين، أنا مطمئن عليكم من جوا، لو أنا ما شفتكم مش قلبي من جوا بشوفكم، وكل عام وإنتوا ألف ألف خير. والله أنا بالنسبة إلي إنه الأمل بوجه ربنا دائما، يعني حتى بدون صفقة، وبعرف إنه مش رح يخذلوا شعبنا، يعني كل هالدماء اللي سالت صح أصلاً بدهم يطلعوا بحرب غزة أو مش غزة، برضو كمان أصلاً ضحوا سنوات عمرهم، أولادي يعني 33 سنة جوا يعني إنهم مجنين، وفي 40 سنة، وبحكي للمقاومة يعني ما تنسوا هدول الأسرى، ما تنسوها خصوصاً يعني المؤبدات، هدول من همش إلا رب العالمين، من ثم أنتوا يعني هاي صفقة لازم تكون صفقة مشرفة، مش لازم نخضع على أي إشي من إملاءات العدو أو اللي مشتركين مع العدو إنه ينقص علينا هذه الصفقة. صحهم ضحوا وعانوا وراح منهم، مش ما راحش منهم، بس الحمد لله أنا يعني الفرج قريب بإذن الله راح يكون إنا، والله يعينهم، الله يكون في عونهم في هذه الأيام بالبرد، لأن أنا عشت في الخيام لما انهدم بيتنا أول مرة وثالث مرة، عشت في الخيمة وانهدت علي الخيمة أنا وولادي وزوجي، لأنه النار ما بتكوي إلا أصحابها، عن جد فيش حدا بحس في الوجع إلا يكون هو موجوع، والله يغير هالحال إن شاء الله بأحسن حال. طب أنا بالنسبة لي من 40 سنة هذا العيد مختلف أصلا يعني هيك جيته فجأة، أنا يعني لا بحضر العيد، وأنا عندي الوضع عادي عندي، يعني كيف بدك تكون أم ألاف الأسرى جوا وألاف الشهداء جوا منهم المحتجزين عند اليهود، وكيف يعني من 6 أشهر بتعرف إيش خبر عن أبنائها، كيف بدها يكون عندها عيد وابنها في الثلاجة عند اليهود، يعني نفسي أنا بس إنه يطلع ناصر والجثمين كلهم وأحضنه وأودعه وندفنهم على أرض فلسطين، على الأقل هذا بيشفي غليل الأم، يعني زي ما بيحكوا بيعملوها اليهود موت وخربان ديار، يعني بأي حق بأي دين إسلامي أو مش إسلامي شهيد بيحتجز عند اليهود، يعني أنا فيش إيش بيختلف علي لا بعيد ولا بأي عيد، يعني بس هو يعني العيد علينا، يعني الحمد لله يعني عيد على المسلمين كلهم، ومش غلط للواحد كل عام وإنت بألف خير. أنا صبح حطيت صور لأولادي وقلت لهم كل عام وإنتوا إلى الحرية أقرب، إنتوا جميع أسرانا، شو بدك أصعب من هيك، يعني أقل إشي بس يعني فنجان القهوة هذا اللي قدرت أنا أعمله. غزة يعني مهما حكينا ما بنوصفها وجعها معاناتها، بس ما شاء الله عليه قويين بإيمانهم بمقاومتهم، ما شاء الله عليهم، يعني تشوف أطفالهم بكتبوا أساميهم على إيديهم حتى إذا استشهدوا، يعني إنه الواحد يعرفهم، يعني اليوم يعني حرق قلبي طفل بحكي له شو أنت مسوي في العيد مراسل من غزة، قال له أنا أمنيتي إني أروح على الجنة أشوف أمي أشوف إخوتي، أنا ما ضلش إلا أنا، هذا بحرقش القلب، يعني هدول يعني شو هدول يعني مقاومين، هدول الأطفال هدول النساء هدول الشيوخ شو عملوا، هدول بنك أهداف الاحتلال اللي بنفش في الأطفال، بس الحمد لله النصر بإذن الله كل ما اشتدت الحمد لله غزة وإحنا أقوى منهم أقوى من جبروت كل إنسان سواء العدو أو اللي برا.